الندوة الصحفية في الحقيقة كانت مقررة باش نديروها مباشرة من بعد الدورة ديال أكتوبر. هذا هو الموعد ديالها الأصلي اللي كنا قررناه. علاش قررنا هذاك التوقيت؟ لأنه بالنسبة إلينا غتكون مناسبة ديال مرور سنة وغتكون كافية باش نديروا التقييم ديال الأداء وديال تدبير شؤون مدينة الدار البيضاء من بعد مرور سنة. وثانيا لأنه كنا كننتظروا بأنه المكتب كما كان قد التزم بذلك غادي يجيب مشروع برنامج العمل ديالو. فللأسف حصل تأخر في هذا المستوى، قالوا لنا بأنه في شهر فبراير، فولينا حنا أجلنا كل شيء شهر فبراير. لما جينا لشهر فبراير لقينا بأنه برنامج العمل مازال ما وجدش، لذلك قلنا بأنه ما يمكنش. بطبيعة الحال علاش انتظرنا سنة؟ انتظرنا سنة لأنه لكل وافد دهشة قلنا بأنه نعطيه فرصة ديال واحد السنة باش الناس من جهة يالله يطلعوا على الملفات، يالله يستنسوا بالأمور، يالله يشقوا طريقهم، ويالله حتى حنا بالنسبة إلينا تكون فرصة من خلال المحافظة على موقع المراقب المتابع الملاحظ المتلقي، تكون عندنا فرصة ديال باش تكتمل عندنا الصورة ديال كيفاش الأمور مشية. فذلك اليوم بطبيعة الحال هاد الندوة الصحفية أنا شرط الأسباب ديال التأخر ديالها، والموعد ديالها كيف ما قلت كان كيخصو يكون في أكتوبر 2000 وهذا يعني أكتوبر الماضي، ولكن للأسف هذه الحيتيات. الجانب الثاني طبعا أنتم عارفين بأنه يعني هاد الأسلوب مفروض علينا أخلاقيا ومعنويا. علاش؟ لأنه فريق العدالة والتنمية مهما كان عدد المقاعد اللي تعطى له داخل هذا المجلس فهو كيعبر على واحد الإرادة ديال واحد العدد ديال واحد الفئة من المجتمع اللي صوتت عليه، فلذلك لا بد وأن يكون معبرا عن صوتها داخل المجلس من خلال المواقف، من خلال الحضور، من خلال المشاركة، من خلال الاقتراحات، ولكن أيضا من خلال التواصل مع الإعلام. لذلك اليوم احنا كندشنوا هذا العهد الجديد ديال التواصل المباشر مع الصحافه من خلال هذا الشكل اللي هو ندوه صحفيه، والا فاحنا في كل مناسبه تتاح لما كيكون عندنا تواصل مع الصحفيين كنستجبوا وكندليوا بما. الحاجه الثالثه هي مناسبه فعلا نوفرها لانفسنا ثم للصحافه باش لكي نضع ما يجري داخل مدينة الدار البيضاء على الأقل منذ سنة ونصف على محك المناقشة والمدارسة والتعليق بشكل لك، ويمكن تكون فرصة حتى بالنسبة لكم كصحفيين باش أنه تسألوا العدالة والتنمية حول بعض القضايا التفصيلية، واللي احنا بكل تأكيد مستعنا احنا هنا رهنا إشارتكم باش نعطيكم كافة التفاصيل من وجهة نظرنا. طبعا قلت لي كل وافد دهشة، وبالنسبة للعدالة والتنمية يعني ماشي وافد جديد على مدينة الدار البيضاء، علاش قصدنا تما لكل وافد جديد؟ حيت يمكن تكون انت عضو في مجلس حاجة، ولكن ما كتولي في موقع المسؤولية حاجة أخرى، يعني كتولي عندك أمور خاصة وخصك تطلع الملفات وخصك تنسج علاقات جديدة مع المحيط ومع المؤسسات مع مختلف الفاعلين من سلطات من شركات مياه محلية من مصالح خارجية من مكونات من تركيبة جديدة ديال المجلس، لأنه يعني حتى الأشخاص أيضا حصل تجدد على مستوى نوعية المنتخبين اللي راهم أعضاء الآن حاليا في المجلس.